أهلا بكم. قالت شركة الاستغاثة الدولية في سنغافورة إن هناك 5 دول هي الأخطر في العالم، وهي كل من العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى، لا ينبغي أبدا السفر إليها في العام 2021. وبررت الشركة المتخصصة بالخدمات الصحية والأمنية هذا التصنيف استنادا إلى المخاطر الأمنية الكبيرة والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي من الممكن أن يواجهها المسافرون إلى هذه الدول. تصنيف العراق باعتباره واحدا من أخطر 5 دول في العالم وفق شركة الاستغاثة الدولية في سنغافورة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي المعايير التي اعتمدتها هذه الشركة لتصنيف العراق واحدا من أخطر البلدان في العالم على المتوجهين إليه؟ وما المخاطر الأمنية والتهديدات السياسية التي يمكن أن يواجهها المسافرون إلى العراق؟ وكيف يكون العراق واحدا من أخطر البلدان وهو يملك جيوشا من القوات الأمنية المسلحة والميليشيات؟ وهل فعلا أن مسؤولية الانهيار الأمني العام في العراق تتحمله ما تسمى قوى الإرهاب كما تقول السلطات الحكومية في العراق؟ ولماذا تتهم السلطات في العراق المنظمات الدولية المتخصصة بالتضليل والتزييف وعدم الموضوعية عندما تؤشر الأوضاع أو تؤشر أو تشير إلى الأوضاع السلبية في البلاد؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. في كل تصنيف سنوي لدول العالم لابد أن يحضر العراق ويتصدر اللوائح التي تتحدث عن الفساد والانفلات الأمني، أو يتذيل اللوائح التي تتحدث عن الشفافية والنزاهة والأمان. فبعد أن جاء في المراتب الأولى عربياً وعالمياً في غياب النزاهة بحسب منظمة الشفافية الدولية، تضعه شركة الاستغاثة الدولية ضمن أخطر 5 دول في العالم عام 2021 وتحذر من زيارته، ليكون بذلك مقاسماً سوريا وأفغانستان الحالة نفسها. انعدام الأمان وانتشار الميليشيات وتفشي الجريمة المنظمة وغياب القانون وضعف سلطة الدولة. تؤكد المنظمة الدولية أن زيارة العراق في ظل ظروفه الحالية تعرض الزائر لخطر فقدان الحياة، وتشدد على ضرورة تجنب المرور به أو الإقامة فيه. وتتفاقم كارثة العراق مع تفشي فيروس كورونا، فبحسب شركة الاستغاثة الدولية تحول العراق إلى موطن للوباء بسبب غياب القواعد الصحية وعدم المبالاة بتداعياته، ما يعني ارتفاع فرصة إصابة زوار العراق بهذا الفيروس. ولم يشهد العراق هذا التصنيف الصادم حتى في أسوأ ظروفه السابقة، وبدل اتجاهه إلى التحسن بعد مصائبه المريرة يزداد وضعه انهياراً، تزامناً مع تعاظم قوة الميليشيات وتجذرها في المؤسسات الحكومية وتسلطها على المجتمع. فأين هي واحة الديمقراطية التي وعد بها نظام ما بعد الغزو الأمريكي رغم مرور أكثر من 17 عاماً على حكمهم؟ عند العراقيين قد لا يبدو وضع العراق ضمن أخطر دول العالم أمراً مدهشاً، فكل عراقي عندما يخرج من بيته صباحا يودع أهله، فلا يأمن أن يعود إلى بيته مساء سالما من عبوة ناسفة أو رصاصة غادرة في ظل انتشار الميليشيات المسماة بفرق الموت. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في تصنيف شركة الاستغاثات أو الاستغاثة الدولية التي مقرها سنغافورة العراق ودول أخرى باعتبارها أخطر دول في العالم، وحذرت المسافرين من التوجه إلى هذه البلدان. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكلهم سيكونون عبر سكايب. مرحبا بكم جميعا ضيوف الطاولة لهذا المساء. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هذا التصنيف من قبل هذه الشركة السنغافورية المتخصصة في المجالات الأمنية والاجتماعية يأتي
بعد 18 سنة من تجربة العراق الجديد الذي قيل وبشر به على أنه نموذج للديمقراطية والازدهار والاستقرار في المنطقة، هذه التجربة وهذا العراق الجديد الذي قادت الولايات المتحدة الأمريكية الإقليم والعالم من تلابيبه ليقف خلف هذا العراق دعما سياسيا وعسكريا وأمنيا وماليا، وما زال هذا الدعم لحد الآن مستمر بعد 18 سنة من هذه التجربة، يصنف العراق على أنه واحد من أخطر البلدان في العالم، من 5 بلدان خطرة في العالم يحذر من السفر إليه، وهو طبعا خطر على سكانه وعلى المسافرين. يعني هل يشعر القائمون على هذه التجربة أنه هذا يعني هذه نكسة كبيرة جدا جديرة بأن يتوقف عندها أن العراق الجديد بلد واحد من أخطر 5 بلدان في العالم؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة أستاذ ماجد، يعني البداية سأقول أنه لو كان العالم، يعني بدءا من أمريكا وكل دول العالم الغرب والدول الإقليمية ومن ضمنها الدول العربية، لو كان التي يعني رضيت بهذا النظام وقبلت به وتعاملت معه وتدعو له وتبني علاقات معه، لو كان لكل هذه الدول في العالم قليل من احترام، وبالذات دول الغرب وأمريكا، احترام للمبادئ التي يتحدثون عنها من حقوق الإنسان والسلام والأمن والاستقرار والديمقراطية، هذه التي يتحدثون عنها وصدعوا رؤوس شعوب العالم بها، لو كان هناك قليل من احترام لهذه القيم التي يتحدثون بها لقامت الدنيا عندهم، ولسخروا كل إمكاناتهم لتغيير النظام في العراق. هذا النظام في العراق من 18 سنة كارثة على العالم، كارثة بكل معنى الكلمة حقيقة، لأنه يعني إضافة إلى هذا التصنيف هو من البلدان الأكثر فساداً، البلدان الأكثر خراباً، الأكثر دماراً، الأكثر هجرة، الأكثر فقراً، الأكثر، مع أنه من الدول الغنية جداً، هو يعني يعد الثاني أو الثالث مصدر في العالم للنفط هذه المادة، وموازناته السنوية انفجارية مليارية، يعني 100 مليار وأكثر، وشعبه أكثر من نصف شعبه جياع، و14 مليون مواطن عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل. الحقيقة عندما تصنف شركة مثل الاستغاثة الدولية هذا التصنيف العراق تضعه ضمن أخطر 5 بلدان في العالم، هي تستند أيضا إلى دليل السلام العالمي، هذا يصدر سنويا دليل السلام العالمي، ويصنف الدول يعني تصاعديا بترتيب تصاعدي، يعني من الأخطر إلى الأقل خطورة. ودائما ما يأتي هذا التصنيف السلام العالمي أيضا يضع العراق من ضمن الدول 5 أو 6 أو الدولة الأولى الدولة الثانية في الخطورة عالميا. وهناك معايير الحقيقة توضع لهذا يعني هذا لا يأتي اعتباطا، الذين يعني حضرتك كنت تتحدث تقول أنه يعني يعترضون كلما قال أحد عنهم كلمة أو إشارة إلى فسادهم إلى خرابهم إلى أوضاعهم، يعترضون ويعتبرون أنه هذا انتهاك وأنه هذا كذب وادعاء باطل. الحقيقة أنه هذه المعايير التي يضعها دليل السلام العالمي، وهي نفس المعايير التي يعني استندت إليها شركة الاستغاثة الدولية، اللي هي معايير كثيرة من ضمنها أستطيع أن أعدد لك البعض منها: الأمن الداخلي، الصراعات الداخلية، الإرهاب، الجرائم الجنائية العنفية، النشاط المسلح، الفقر، الأمراض، الفوضى السياسية، القضايا الإنسانية، الإضرابات المدنية، الأوضاع الاقتصادية المزرية، عدد الصراعات الخارجية والداخلية لكل دولة، عدد القتلى هذه الصراعات، العلاقات مع دول الجوار، النسبة المئوية للمهجرين قياسا بنسبة السكان، عدم الاستقرار السياسي، مستوى انتهاك حقوق الإنسان، الاستعداد للأعمال الإرهابية، قدرة وحنكة الجيش والقوى الأمنية على خدمة الشعب والوطن. هذه المعايير ربما أكثر من 20 معيار، عندما تضعها وتنظر إليها تجد أن العراق خارج كل هذه المعايير حقيقة. لا يمكن لأي معيار من هذه المعايير أن تقول عنه أنه هذا ربما يعني في العراق هناك تقارب من هذا المعيار
يعني ربما حقق العراق جزء منه. أبدا، العراق بعيدا عن هذه المعايير، لذلك يضعونه دولة خطرة. وعندما يضعونه دولة خطرة بمعنى أنه دولة فاشلة، دولة ويجملونها ويقولون دولة الهشة، دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، دولة منهارة لا دولة الحقيقة. وهذا يدل بعد 18 سنة أنه هذا النظام اللي وجد في العراق هذا كارثة على العراقيين وعلى العالم. لكن هذه أمريكا التي جاءت احتلت العراق تريد من العالم أن يحترم هذه التجربة لأنها تحقق مصالحها. هي أرادت العراق ضعيفا مخربا مدمرا، وإذا به يصبح بهذا النظام بهذا الشكل ويصل إلى هذه النتيجة، دولة خطرة، دولة أكثر فسادا، دولة أكثر خرابا. فبالتالي الوضع يعني مقزز جدا عندما يصل العراق، هذا البلد اللي عمق الحضاري 10,000 سنة في عمق التاريخ، يصل إلى هذا المستوى. نعم. وشعبه يعاني، وعشر ملايين مهجرين بالخارج وست ملايين بالداخل، ويعيدون يقفلون معسكرات النزوح الداخلية بالقوة ويعيدهم إلى مدن وبيوت غير موجودة وغير آهلة للسكن، يعني غير صالحة للسكن الآدمي، لكن مع ذلك يجبروهم بالعودة لكي يقولوا نحن حققنا عودة المهجرين، ومدن مدمرة والناس فقر وأمراض. هذه كارثة كبيرة. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، قوى السلطة دائما تدافع عن نفسها أو عن هذا الانهيار الأمني، خاصة الانهيار الأمني طبعا، وأيضا بقية القطاعات المنهارة خدميا صحيا تعليميا وما إلى ذلك، تلقي بالمسؤولية أو تنحب اللائمة على ما يسمى قوى الإرهاب، أن هذه قوى الإرهاب منذ اليوم الأول للتجربة أو للتحول الديمقراطي في العراق كانت حاضرة، كانت موجودة، كانت متربصة، وبالتالي ما نعانيه من انهيار أمني أو أن العراق الآن بلد واحد من أخطر البلدان في العالم بسبب انتشار الإرهاب في البلد. لو لم يكن الإرهاب موجود في العراق لرأينا عراقا مختلفا، عراقا كما أريد له أن يكون نموذجا يحتذى به في المنطقة. هذه الدفوع أو هذا التبرير برأيك وجيه، مقبول، متفهم؟ لا بالتأكيد. أولا حياك الله أخي العزيز، وحيا رفيق الكرام، وحيا المشاهدين الكرام. أهلا دكتور. بالتأكيد هذا القول أو هذا الافتراء مردود، بدءا إذا قال هناك إرهاب وقال هناك ظلم، فوجودهم أساسا في العراق أتم الغرافة كان نتيجة ظلم، نتيجة إلى غزو لا شرعي لا قانون. دكتور، دكتور اسمح لي، هناك صدى يرافق صوتك، إذا الأمور ما مشت على سكايب ممكن نتحول على التليفون مع ضيفنا دكتور قحطان الخفاجي حتى الصوت يصلنا بشكل أجود وحتى نفتهم علي شو يقول. الحقيقة هناك صدى الآن واضح الصوت العبود. أكو صدى، أكو صدى مرافق. لحظة، الأخوة بالهندسية ممكن يضبطون الصوت إذا ما كنت تحول على التليفون. طيب دكتور قحطان، أستميحك عذرا بس حتى نضبط الصوت، طبعا نتحول إلى ضيفنا في عمان دكتور ثامر العلواني إلى أن يضبط الصوت، ثم نرجع إلى ضيفنا دكتور قحطان الخفاجي. دكتور ثامر العلواني، مرحبا بك أولا معنا. حياكم الله أخي الكريم وضيفيك والمشاهدين قناة الرافدين. أهلا وسهلا دكتور. تتحدث الشركة في تقريرها عن تصنيف العراق مع بلدان أخرى على أنه يعني هذه البلدان يعني خمس بلدان خطرة في العالم بسبب مخاطر أمنية جمة، بسبب تهديدات سياسية، اضطرابات اجتماعية قد تواجه المسافرين إلى العراق. برأيك ما هي المخاطر الأمنية أو السياسية التي قد يتعرض لها المسافرون أو المتوجهون إلى العراق وفق التقرير، تقرير شركة الاستغاثة الدولية؟ حقيقة المخاطر كثيرة في العراق، بدءا من أنه لا يوجد أمن في العراق، لا يوجد محافظة على روح أي شخص ممكن أن يدخل العراق، فضلا عن أنه العراقيين هم أنفسهم هم يعانون من مشاكل أمنية، لا يستطيع أي شخص أن يحافظ على حياته داخل العراق. العراق الآن في توهان وليس فيه أمن ولا استقرار ولا حياة طبيعية، وهذه أهم المجالات التي يمكن الاعتماد بلد آمن أو غير آمن. هذا يعني أن العصابات في العراق هي من تتسيد المشهد في العراق،
ولذلك عندما يصنف العراق بأنه من أخطر دول العالم على وجه الأرض فهذا أمر واقعي وطبيعي. الأسباب عديدة، أولا لأن العراق يخضع للإيرادات الخارجية وتحديدا إيران وأمريكا، وهذا الأمر جعل العراق أرض للصراع بين أمريكا وإيران والدول الأخرى، وإن كان نسبة تأثيرها الدول الأخرى مقارنة بأمريكا وإيران ضئيل جدا. المهم ما أريد أن أقوله، ما دام أن الحكومة في العراق والأحزاب والميليشيات خاضعة للإيرادات الخارجية فمن الطبيعي جدا أن النتيجة ستكون كارثية، خصوصا أن الصراع النفوذ للدول الخارجية. أكو مشكلة مع دكتور تامر. طيب أن بالعودة إلى ضيفنا دكتور قحطان الخفاجي. دكتور تفضل في النقطة اللي سألناك عليها قبل مشكلة الصوت. حياك الله وأسف للسؤال للنت. تفضل. أقول أخي العزيز هذا الكلام مردود أساسا، لأن وجود هؤلاء الطرف في بغداد الآن حاليا جاء نتيجة إلى ظلم وإلى جريمة كبرى وهي احتلال العراق وعزوه واحتلاله، ثم أن عملية رمي الحجارة هكذا جزافنا على ما يسمى بالإرهاب وهو إن كان موجودا فهو حتى تبقي على وجودها وكأنها قوة وطنية، ومن الإرهاب الذي يقصف بها في حقيقة الأمر إن جئنا وحسبنا الصديق والعدو لهذه الحكومة في بغداد لوجدنا أنها متحالفة مع كل قوى العالم إنجازا من قول ذلك، فهي متحالفة مع أمريكا وحلف أمريكا بمجمعهم، ومتحالفة مع إيران وعمق إيران، وحتى الأقطار العربية التي يقال عنها الآن تصدر الإرهاب كانت هي سبب من أسباب مجيء هؤلاء إلى السلطة. إذن ليس هناك حقيقة قوة أقدر أو جهة دولية أقدر من العراق في مستوى مع قوة دولية والكل تدعي محاربة الإرهاب. إذن الإرهاب لا يمكن أن يقوى إلى هذا الحد إلا إذا كان إبقاء هي ظهورة لهذه المجاميع أن تبقى في السلطة. لذلك نقول ونؤكد أن الدعوة أو الذي الادعاء بأنهم يحاربون الإرهاب هذه بدعة كبيرة، رغم أن الإرهاب ضرب بالعراقيين من شماله إلى جنوبه، ولكن نقول الإرهاب ما كان له أن يكون إلا لأن هذه العملية السياسية أساسا باطلة ومزيفة، وأن هي التي ترعى أسباب الإرهاب وهي الخلافات المذهبية الطائفية التي نشأت على أثرها، والآن هي تحكم العراق بالخلافات المذهبية والطائفية. إذن عملية اللامن ستبقى طالما بقيت هذه الزمرة على قمة السلطة، وسيبقى أيضا الإرهاب يضرب بالشن العراقي طالما بقيت الصراعات الدولية تتصارع على العراق وكل القوى الدولية لها باع في إنشاء الإرهاب بشكل بآخر. لذلك نقول نعم العراق لا يستقر وضعه وسيبقى مصدر قلق للعراقيين وللمنطقة بأجمعها. نعم أشكرك دكتور ثامر ويانا. طيب دكتور تفضل في النقطة اللي سألناك عليها قبل مشكلة الصوت. تمام ما أعرف أني وين وصلت معروف. كنت أسألك، تتحدث الشركة في تصنيفها أن المسافرون إلى العراق تتهددهم أخطار أمنية كبيرة وأيضا سياسية واضطرابات اجتماعية، فالسؤال كان ما هي هذه الأخطار السياسية التي قد تتهدد المتوجهين إلى العراق؟ حياكم الله أخي الكريم. قطعا أنه الشركة عندما أو المنظمة عندما صنفت العراق بأنه من أخطر دول العالم على وجه الأرض فهي اعتمدت على نقاط رئيسية وأهمها هو الوضع السياسي والأمني في العراق. للأسف العراق الآن هو يخضع للإيرادات الخارجية وتحديدا إرادة أمريكا وإيران في المنطقة. هذا الأمر جعل العراق أرض للصراع بين هاتين الدولتين أمريكا وإيران. الدول الأخرى طبعا أكيد هناك دول أخرى لها تأثير في العراق ولكن ضئيل بالنسبة ومقارنة بهاتين الدولتين. ما أريد أن أقول أنه الحكومة في العراق والأحزاب والميليشيات جميعها هي خاضعة للإيرادات الخارجية، يا إما أن تكون جناح تابع لإيران أو جناح تابع لأمريكا. هذا بالطبيعي سيكون آثاره كارثية على العراق. اسمعني دكتور على ذكر الوجود الأمريكي أو الإيراني، الحكومة قوى السلطة في العراق تتحدث عن هذا الوجود الإيراني أو الأمريكي،
أنه موجود لمساعدة العراقيين على صنع الأمن، على محاربة ما يسمى الإرهاب. هذا الوجود سواء كان عسكري أو أمني أو استشاري لمساعدة القوات الموجودة في العراق على صناعة أمن، كيف يجري الحديث أو تتحدث جنابك عن أنه هذا واحدة من أسباب انهيار الأمن، وجود أمريكي أو الوجود الإيراني؟ حقيقة هذا إذا أردنا ندخل في هذا الموضوع فالأمر يسير جدا. هناك ميليشيات موالية لإيران بكل صراحة، وتعلن جهارا نهارا أنها توالي لإيران، وقد نفذت عمليات داخل العراق وخارج العراق، وأخيرا عملية السعودية والتهديد إلى دبي إلى الإمارات. بالمقابل هناك جناح موجود في الجيش العراقي والأجهزة الأمنية هو يوالي تماما ويتبع توجيهات أمريكية داخل العراق. كل طرف منها من الطرف الإيراني والطرف الأمريكي يحاول أن يجعل هذه الأدوات سواء في الجيش أو سواء الميليشيات يخدم مصالحه في العراق ويحقق مشروع داخل العراق. فلا يمكن أن يكون لا هذه الميليشيات ولا الأجهزة الأمنية والجيش العراقي الحالي أن يكون أداة في أمن واستقرار العراق، لأنه لا يخضع لمصالح العراق، وإنما هو يقدم مصالح الخارجية، مصالح أمريكا وإيران على مصالح العراق. الحكومات في العراق والأحزاب والعصابات وحتى الجيش الموجود الحالي همها ليس العراق ولا الشعب العراقي أبد، ولذلك هي تقدم مصالح الدول العدوة للعراق. أمريكا عدوة للعراق، هي من جاءت باحتلال العراق وجاءت بهذه الميليشيات، وهي من فسحت المجال لإيران لأن تحتل العراق بشبه كامل. حقيقتهم هؤلاء كلهم أدوات في مشروع إيران وأمريكا في المنطقة، وما دام الأمر كذلك فمن الطبيعي جدا أن يكون العراق من أخطر دول العالم، لأنه لا يملك القرار بنفسه وإنما هو يخضع لأوامر خارجية. عندما تكون معدل الجثث مجهولة الهوية في العراق التي تلقى في الأنهر أو الطرقات في كل شهر ما بين 50 إلى 70 جثة، من الطبيعي أن يكون العراق في تصنيف الأكثر خطورة في العالم. يوم أمس دفنت 50 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية لا يعرف أصحابها. هذا يوم أمس، هذا كما صرحت دائرة الطب العدلي. وقبله في الشهر الماضي أيضا دفنت 68 جثة، أيضا صرحت دائرة الطب العدلي بأن دفنت جثث مجهولة الهوية. طبعا هاي من غير حالات القتل والتي ترتكب الميليشيات والعصابات. إذن ما يجري في العراق هو أن المعادلة السياسية هي قائمة على عدم وجود احترام وقداسة العراق، عدم احترام الشعب العراقي، عدم جعل العراق أولا في التصرفات الحزبية والميليشياوية، بل أستطيع أن أقول جازما أنه لا يوجد أي اعتبار للوطن، وإنما الاعتبار هو لإيران، فهم يريدون إيران أولا والعراق ليس ثانيا، وإنما يجعلون العراق مسير لخدمة المصالح الإيرانية، ويجعلونه الأداة الأبرز والأقوى بيد إيران في تحقيق مشاريع إيران في المنطقة. الآن منهج الأحزاب وسلوك الحكومات كلهم لا يريدون وطن، لا يريدون عراق، لا يريدون عراق مستقر، لا يريدون عراق آمن، يريدون ميليشيات مقدسة يبرر لها كل الأفعال حتى الإجرامية منها، ولذلك هم يسخرون العراق والشعب العراقي والثروات كلها لهذه الغايات التي تفعلها العصابات. تفعل ما تشاء ولا يوجد بالنتيجة لا محاكمات لا دعوات للتحقيق. بل الأمر مجهول ويسجل أنه ضد مجهول. دكتور رافع الفلاحي، يعني أليس غريبا أن يكون العراق واحد من أخطر البلدان على أهله وعلى المسافرين؟ يعني هناك انهيار كامل في الأمن، بينما العراق يملك جيوشا من القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية وعشرات الميليشيات تستهلك ويصرف عليها سنويا مليارات الدولارات، مع دعم بالكامل، دعم إقليمي ودعم دولي وغيره من الدعم، وبالنتيجة العراق واحد من أخطر خمس بلدان. هذا أمر يعني لافت وغريب. لا ليس غريبا أستاذ ماجد، لكن دعني أقول لك أولا، يعني عندما تحدثت عن العنوان أنه العراق أخطر مكان أو أخطر دولة في العالم، قرأت قبل فترة لأحد الكتاب يقول أنه هذا يصلح عنوان لأحد أفلام المغامرات. فعلا
العراق أخطر دولة في العالم، يصلح عنوان لفيلم من أفلام المغامرات، لأنه من الخيال أن تتصور أنه دولة حضارت يعني تضرب في عمق التاريخ، وشعب أول من قاد أو علم العالم الكتابة وعلمهم القوانين، وبالتالي هو أخطر دولة بالعالم. وعندما تعود إلى الأسباب تجد أن هناك احتلال، وتجد هناك ميليشيات وعصابات، ولا دولة في العراق. فالمنطقي أن تكون هناك دولة في أي بلد، لكن نحن في العراق لا دولة. عندما يخرج واحد ميليشياوي مثل ما تحدث الدكتور ثامر قبل قليل وكلامه صحيح جدا، يعني عندما يخرج واحد مسؤول أمني يسمى المسؤول الأمني لكتائب ما يسمى بحزب الله أبو علي العسكري، نعم، ويهدد رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة، وهم صدعوا رؤوسنا بالحديث عن أن الحشد الشعبي وهذه ميليشيات اللي تسموها ميليشيات مو ميليشيات، هي فصائل إسلامية مقاومة، يعني هكذا يزعلون، وهي من أجل الشعب، وهي جاءت بفتوى، وهذا الكلام الكبير اللي ليس له معنى يعني في واقع الحال. ويقول أنه هذه المجاميع هي منضبطة وبأمرة القائد العام للقوات المسلحة. عندما يخرج شخص مثل هذا ويقول للقائد العام للقوات المسلحة بعد انفجارات ساحة الطيران قبل أسبوع أو أكثر، وعندما الكاظم يغير بعض القيادات، يقال أنه غير بعض القيادات الأمنية في العراق، وإذا به يقول لابد أن أول من يجب طرده هو كاظم الغدر ومعه الشلة المتواطئة في جهاز المخابرات، ويصفه بأوصاف غريبة عجيبة وكلام نابي، ويتهم السعودية والإمارات ويتهم دول الخليج بأنها هي من قامت، وواقع الحال أن من قام بالتفجيرات هي نفس الميليشيات ونفس العصابات التي يعني إذا ما أرادت أن تشعل الشارع هي تستطيع أن تشعله، وتقتل وتغدر وتختطف وهكذا. يعني وكأنه هذه الجريمة التي حصلت في ساحة الطيران غريبة، وهم قاتلين أكثر من 1000 شاب بالتظاهرات، وجارحين أكثر من 30,000 واحد، ولم يقدم واحد منهم إلى المحاكم. فبالتالي العراق بلد بلا دولة، لا دولة فيه. فكل كل ما نتحدث عنه الآن ربما عند البعض الذي لا يعرفون العراق يعتبرون ربما هذا خيالنا. على ذكر الدولة دكتور أشكرك، احنا مضطرين نتوقف عند هذا الفاصل القصير طبعا، واعود اليك بعد الفاصل لاسالك عن نقطه تتعلق بتصريح وزير الدفاع الحالي، لكن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لاكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقه الليله عن تصنيف العراق باعتباره واحدا من اخطر 5 بلدان في العالم يحذر على المسافرين ان يتوجهوا اليه. بعد الفاصل نعود لنكمل النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في تصنيف شركة الاستغاثة الدولية السنغافورية العراق باعتباره واحد من أخطر 5 بلدان في العالم يحظر التوجه إليها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والدكتور ثامر العلواني. أتوجه بعد الفاصل دكتور رافع الفلاحي، نسأل عن نقطة معينة ثم طبعا أروح إلى دكتور قحطان الخفاجي. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول أنه هناك مبالغة كبيرة وتضخيم للأمور في قضية أن العراق واحد من أخطر البلدان في العالم. وزير الدفاع الحالي قبل بضعة أيام تحدث عن أنه صاروخ أو صاروخين على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد لا يمس هيبة الدولة، لا يمس هيبة الدولة، وأن الأمور الأمنية في العراق الحقيقة تحت السيطرة، يعني ليست منفلتة. هذا تصريح لوزير الدفاع.
والله يا أستاذ ماجد، يعني لو كان حقيقة يحترم الرتبة التي على كتفه ويحترم يعني العسكري، هو عسكري مهني، لما تحدث بهذا الكلام. هذا الكلام يعني حتى المجانين لا يقبلون به، مو الذين لا يفهمون بالأمور العسكرية والأمنية. لكن دعني أقول إنه هذه الموضوع، رغم أن نركز على الموضوع الأمني، لكن هو لا يتعلق، يعني العراق البلد الخطر في العالم لا يتعلق بالقضية الأمنية فقط. عندما تنظر إلى الوضع الاقتصادي، هذا بلد المليارات، يعني بدل العوائد المليارية من الدولارات، وبالتالي رواتبه غير قادرة الحكومة على توفير رواتبه، تستدين وتقترض حتى تعطي رواتب. بلد بهذا الشكل، مخرب بهذا الشكل، والمواطن مواطن العراقي يقف على أغنى قطعة أرض في العالم، وهو أفقر شخص في العالم، ويحمل على كتفه، يحملون ثرواتهم. يعني الحقيقة هذه الصورة الآن، أهل العراق الآن يحملون النفط، هذه الثروات على ظهورهم، ويسلمونها إلى الفاسدين لكي يتمتعوا بأموالهم. هذا واقع الحال. انظر إلى البصرة، انظر إلى الناصرية، انظر إلى بغداد، انظر إلى المدن العراقية. هذا البؤس والخراب والدمار، هذا ماذا سيدل؟ هذا بالتالي ينعكس على كل الأوضاع، وأمنية الاقتصادية والسياسية وفوضى. لدينا 420 حزب الآن يشاركون بالانتخابات. والمصيبة الكبرى، دعني يعني ربما حتى لا أخذ الوقت الكثير، المصيبة هناك مجموعة من المزورين، جوقة من المداحين، من المزورين، من المطبلين، من الجهلة المزورين، لا أعرف ماذا نسميهم. هؤلاء الآن يعترفون بهذا الواقع، يقولون لك نعم هذا الواقع نعم موجود، لكن دعونا نذهب إلى الانتخابات لنغير هذا الواقع. يضحكون على الناس، يضحكون على أنفسهم، لا أعرف يعني حقيقة يضحكون على أنفسهم. أي واقع تغير بهذه الانتخابات في بلد تسيطر عليه العصابات والسلاح المنفلت، ولا دولة فيه، ولا أي انتخابات يعني ممكن أن تعيد الأمور إلى نصابها؟ هذه قضية فوضى، قضية يحتاج إلى إزاعة الجميع. هذه كلها النماذج تزاح. ونفس الدعوة اللي تدعو هذه الأحزاب المشاركة في الحكم 18 سنة، والآن تريد الآن ترشح نفسها وتسعى إلى ترشيح نفسها، ليس الدعوة تدعو مثل ما يدعون هؤلاء المزورين المطبلين، نفس الدعوة اذهبوا للانتخابات للتغيير. وسمعنا هذه الدعوة مرات ومرات. وإذا كان يعني في عام 2018 ذهب يعني أقل من 20% ربما، يعني نعم، في هذا العام ربما لن يذهب أكثر من 10%. نعم، لأن الناس ملت من هذه القضية وليس لها ثقة بأي شيء، والعراق من سيء إلى أسوأ. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، هناك أيضا اتهام لقوى السلطة قد يكون الحقيقة يعني مبالغ فيه، أن هذه المشكلة الأمنية، الانهيار الأمني الموجود في العراق الذي تتحدث عنه منظمات ومؤسسات دولية ومنها شركة الاستغاثة الدولية السنغافورية، أنه هو ليس إخفاقا أو عجزا بقدر ما هو الحقيقة استثمار من قوى السلطة أو بعض قوى السلطة والميليشيات لأسباب سياسية وطائفية في العراق. تجد هذا الاتهام دقيق أم هناك تحامل الحقيقة على السلطة بسبب سلوكياتها وممارساتها السياسية طبعا في العراق؟ وحين نذهب إلى هذا الاتجاه نقول إن إثارة هذه المسألة وإثارة قضايا التي تسبب اللا أمن كالطائفية والمذهبية والمحاصصية والتصفيات الشخصية والولاءات للغير العراق وأد من يوالي العراق الحقيقي، وكل هذا يؤكد على أن حالة اللا أمن أو أسباب اللا أمن هي البيئة الملائمة لهذه المجاميع، وبالتالي إظهار حالة استمرار الفوضى واستمرار فعل الإرهاب وتأثير الإرهاب الإقليمي والمنطقة من العراق هو جزء من ضرورة لإبقاء هذه المجاميع على ما هم عليه. وبالتالي ودائما نقول إذا ما انتهت أسباب الإرهاب وإذا ما انتهت أسباب الفتنة الطائفية فلا يمكن أن يكون لهؤلاء وجود. وبذلك أنا أؤكد وأعيد ما ذهب إليه صاحب هذا القول أو هذا الرأي، ونحن طالما أكدنا على هذه الحالة لذلك نؤكد أن إصرار هذه الجماعات على عدم تجاوز أسباب الفتن هو بحد ذاته فتنة، أي أن عندما تبقي أنت على أسباب الفتنة قائمة هي أساسا فتنة، لأنها الفتنة تولد
فتن أخرى وتؤذي الجميع. وبالتالي هنا أعد وأكد على أن الذي قيل عن هذه المجاميع بأنها هي التي تستثمر هذه الحالة وتوجدها حالة لا أمن هو من أجل ذاتها وبقائها وليس من أجل أنهم يبدون وكأنهم يذهبون إلى محاربة الإرهاب. نعم دكتور ثامر، أيضا في نفس النقطة الحقيقة هناك أيضا أمر غريب بالنسبة لمن يكيل الاتهام لقوى السلطة أنها تستثمر في هذه الفوضى في هذه البيئة، بيئة الإرهاب، بيئة ما يسمى الإرهاب وما إلى ذلك، تستثمر فيه لأسباب أو لأجندات سياسية وطائفية أشار لها دكتور قحطان الخفاجي. لكن هذا أيضا الحقيقة ما تسمى بيئة الإرهاب أو الفوضى العارمة الموجودة في العراق الآن أيضا لم توفر قوى السلطة، يعني الإرهاب يضرب في قوى السلطة كما يضرب في المدنيين، ما يسمى طبعا الإرهاب. الميليشيات أيضا ضربت وسفكت دماء حتى مما بين قوسين ما يسمى حاضنتها الاجتماعية كما جرى في التظاهرات. وبالتالي هذا الإرهاب ما يسمى الإرهاب المتنوع هنا وهناك الحقيقة هو خطر حتى على السلطة، فكيف تستثمر فيه؟ أنا يعني بس أحب أن أؤكد على قضية. الحكومة والميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، نعم، هي المسؤولة. طبعا الحكومة هي أتت عن طريق ترشيح الميليشيات لها، وهي التي جاءت برضا الميليشيات والأحزاب الطائفية، فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن العراق وما يجري في الأوضاع في العراق. الأوضاع في العراق مأساوية، أوضاع أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها أوضاع كارثية، لأنه عندما يتم قتل 1000 شخص في وضح النهار وأمام مرأة ومسمع العالم، آلاف العراقيين يوثقون حالات القتل بالفيديو، وبالنتيجة لا أحد يحاكم، أي متهم لم يستدعى للتحقيق، فهذا يعني أن القانون في العراق هو عدم محاسبة المجرم والقاتل، لأن هذا القاتل وهذا المجرم هو يتبع للحزب الفلاني والميليشيا الفلانية، وهو لا يمكن للدولة أو للسلطة أن تحاكمه، لأن هذه السلطة من أتى بهذه الأحزاب وهذه الميليشيات. إذا المشكلة أنه عندما نتكلم لا نتكلم نحن عن مقتل شخص، عن مقتل عشرات الأشخاص، نتكلم عن آلاف، نتكلم عن مئات. عندما نشاهد زعماء عصابات الميليشيات يقومون بالقتل، بقتل عراقيين، يقومون بحرق العراقيين، يقومون بطعن المدنيين بالسكاكين وهم أحياء بلا ذنب أنهم يقترفون، ولكن لأنهم من مدينة فلانية أو لأنهم من طائفة فلانية أو من منطقة فلانية، والمجرم يسجل هذا الجرم ويسجل بالفيديو والصوت والصورة هو يفعل هذه الجريمة، ولا أحد يتكلم معه، السلطة تصمت ولا يحاكم هذا الشخص ولا يعاقب. إذن المصيبة أنه أكثر من ذلك، أن هؤلاء الأشخاص يكافؤون من قبل السلطة، فمن الطبيعي إذن أن يصنف العراق. فكيف نقول أنه هناك يعني يمكن أن نفصل ما بين السلطة وبين الإرهاب المتنوع الذي ذكرته حضرتك؟ إذن عندما نشاهد ونسمع بأنه تم انتشال 100 جثة لأطفال ونساء في الموصل من تحت الركام، ويمر الخبر مر الكرام بدون أن يفتح تحقيق، دون أن تراعى هذه القضية، لأن تتكلم عن ما يقارب من 100 جثة لأطفال ونساء، يتبين أن الأوضاع في العراق حقيقة هي أقرب إلى الجحيم. نعم. لماذا لا يحاسب أحد؟ لماذا لا يحاسب العبادي لأنه أمر أهل الموصل أنهم ابقوا في منازلكم عندما أرادوا الهجوم على الموصل؟ نعم. النتيجة أن هناك أبرياء تحت الركام، مئات أو آلاف الأبرياء إلى الآن، منذ ما يقرب من 4 سنوات إلى الآن لم تخرج جثتهم من تحت الركام. المقابر الجماعية التي تظهر في كل فترة بالموصل، صلاح الدين، كركوك، آخرها في الإسحاقي أو في صلاح الدين، هذه كلها دلائل وشواهد. نعم. حي على أن الوضع في العراق أقل ما يقال عن أنه كارثي، وأن القانون في العراق كما ذكر الدكتور رافع هو ليس قانون، أننا نتكلم عن اللا قانون، عن انعدام القانون. نعم. بس أحب أن أختم بقضية باختصار أخير. دكتور، عندما قتل رئيس شركة كورية عملاقة في البصرة، نعم، وهو ينفذ مشروع الفاو، وكل الإشارات والدلائل تقول أن الحادثة مدبرة وأن وراء الجريمة هي عصابات ميليشياوية، لم يحاكم أحد،
وانغلق التحقيق، ومقابل ذلك ضخت أموال كبيرة لهذه الشركة على حساب العراق والشعب العراقي. هذا يعني أن العراق في توهان، ليس فيه أمن ولا استقرار ولا حياة طبيعية. هذا يعني أن العصابات هي من تتسيد المشهد في العراق، ولذلك عندما يصنف العراق بأنه من أخطر الدول العالم على وجه الأرض، فهذا أمر طبيعي وحقيقي وواقعي. نعم دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة عندما تصدر هذه المنظمات، يعني منظمات دولية المتخصصة، سواء يعني منظمة الشفافية الدولية، منظمات متعلقة بحقوق الإنسان Human Rights Watch وغيرها، وشركة الاستغاثة الدولية، تؤشر إلى أوضاع سلبية وكارثية في العراق، مباشرة تتبارى يعني السلطة أصواتها، أجهزة الإعلامية، لاتهام هذه المنظمات بالتزييف، بالتضليل، بعدم الموضوعية، بالعمل لأجندات خارجية، استهداف التجربة الديمقراطية في العراق. مع كل تقرير هذه الاتهامات تكون جاهزة. يعني ما مصلحة مثل هذه المنظمات في أن تستهدف السلطة أو التجربة الموجودة في العراق بمثل هذه التقارير؟ هل تعتقد هناك فعلا مصلحة لها في أن تستهدف أو تزيف هذه المنظمات أو المؤسسات حقائق موجودة في العراق؟ لا طبعا أستاذ ماجد، هذه المنظمات لا مصلحة لها، يعني هذا العالم كله واقف مع هذا النموذج البائس، النموذج الرذ اللي في العراق من 18 سنة. منظمات هذه الدولية لماذا تقف ضد نظام إذا كان نظاما تحرريا ونظاما وطنيا ويبني ويسعى إلى السلام والأمن والأمان والاستقرار، لماذا تقف ضده؟ هذه كذبة كبيرة. لكن يعني بحسابات المدخلات والمخرجات، فنحن نتكلم عن حقيقة واقع العراق تحكمها ميليشيات وعصابات، فمخرجات هذا الحكم لابد أن تكون خراب وكذب وادعاءات وباطل ودفاع عن هذا الخراب. هم يدافعون عن هذا الخراب، لذلك يتهمون هذه المنظمات بالتزوير، يتهمونها. وإذا ما مدحت هذه المنظمات، والكثير طبعا هي المنظمات كلها مع كل ما قالت، هي لم تقل إلا ربما أقل من 1% من واقع الحال. هي يعني ربما متهمة من قبل كل القوى الوطنية الحقيقة بأنها مجاملة للوضع في العراق. يعني ما تقوله هي المنظمات، حتى وإن كان هؤلاء يشعرون به لأنه المفارقة دكتور اسمح لي، المفارقة أن جميع شركاء العملية السياسية يقرون بهذه الأوضاع السلبية الموجودة في العراق على كل المستويات في حديثهم. نعم هناك كارثة، هناك فشل وما ذلك، لكن عندما يأتي هذا التأشير من منظمة أو مؤسسة دولية، هناك يستفزون وتصير عملية استنفار لكي الاتهامات لهذه المنظمة. هم أساسا، لأنه بتفسير بسيط أستاذ ماجد، هم عندما يتحدثون عن تجربتهم فاشلة، البعض من عندهم عندما يتحدث عن تجربة وينتقد التجربة، هو يريد أن يقرب نفسه من الشارع، يريد أن يظهر أنه هو إنسان وطني وهو غيور وهو ليس من جوقة الفاسدين والمخربين، وهو واحد منهم الحقيقة. لكن هذه المحاولات تزداد، عموما تزداد كلما اقتربت ما يسمى بالانتخابات، نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ينتقدون ويشتمون وأنت تستغرب هذا وتسأل نفسك، أليس هذا هو جزء من العملية السياسية، جزء من هذه الأعزاب؟ لماذا تكلم بهذه الطريقة؟ وبالتالي هو جزء من هذا، وبعد أيام تراه وسط هذه الجوقة يحتفل معهم بإنجازاتهم وبسرقاتهم وبخرابهم، وهو جزء منهم. لكن هذه محاولاتهم عندما يتحدثون داخليا يريدون أن يبيضوا صفحاتهم أمام الشعب، لكن عندما تتحدث منظمات دولية والصوت يعلو والخارج يسمع، هم يتصدون لهذه بالكذب والادعاء واتهام هذه المنظمات بأنها يعني مخربة وغير حقيقية ومزورة. والحقيقة أعود مرة أخرى أقول أن هذه المنظمات كلها بما فيها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة شريكة فيما يحصل في العراق من خراب، بما فيها كل منظمات، هي لم تقدم إلا أقل من 1% من حقيقة واقع الحال في العراق. العراق كارثة كبيرة، تحول إلى مقبرة وسراق وجهلة وعصابات وخطف، ولا كرامة لأي بشر فيه. وبالتالي العراق منهوب، ويتحدثون عن تجربة ووطن لا وجود لوطن حقيقة. دكتور قحطان الخفاجي، يعني السلطة بدل أن
تكيل اتهامات لهذه المنظمات المتخصصة الحقوقية، المنظمات الدولية حقوقية وغير حقوقية فيما يتعلق بتأشيرها للأوضاع السلبية في العراق. ما الذي يمنحها من أن تتوقف عند هذه التقارير، تعيد قراءتها من جديد، تستفيد من هذا المحتوى الذي تقدمه للتصويب لتعديل المسار لتلافي هذه السلبيات يستفاد منها؟ ما الذي يمنع؟ هل هو الجهل؟ هل هو العناد؟ هل هو المكابرة؟ هل هو التعالي والتكبر؟ إذا افترضنا أنها انتهت في هذه التقارير وذهبت باتجاه تصحيح الحالة اللي خرجت من أساس وجودها ومن مهمتها الأساسية ومن حقيقة رغبتها لدمار العراق، لذلك أنا لا أتوقع بالمرة أن تستمع الحكومة إلى أي تقرير منصف دولي ويساعدها في ذلك. للأسف الشديد الأمم المتحدة بممثليتها الحالية التي أكدت التجارب على أنها متقاربة وتحاكي التوجهات الخاصة للحكومة ومصالح الشخصية المتبادلة بينها، فما عادت هذه المؤسسة الدولية حقيقة عند قدر مسؤوليتها الإنسانية التي أساسا أوكلت لها. إذن هذه الحكومة بالتأكيد لا يمكن أن تستمع إلى الأقوال السليمة، وإلا لذهبت إلى أقرب من ذلك، إذا كانت جادة بذلك لذهبت إلى المنصفين من العراقيين الواعين أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية لكي يستعينوا بهم لتصحيحات العراق وإنقاذ العراق ما فيه، بينما نرى العكس تماما أنها هذه الحكومة تستبعد الكفاءات العلمية وتأتي بشخوص متوافقين معهم كالذي حصل في موضوع البنك المركزي عندما استبعد شخصا مهما من اختصاصيين إلى حد معين، ولم يستبدل بشخصية أخرى علمية مالية أو مصرفية، بل استبدل بشخص أساسا خلفيته قانونية، والبنك المركزي يجب أن يدار بشخصية ذات خلفية مالية وخلفية مصرفية باعتبار أن المسألة تختص هذا الموضوع. لذلك جاءت القرارات الهوجاء، القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي، فحصل الذي حصل في قيمة الدولار وسعر الصرف. إذن نحن أمام صرورة تؤسس على أن يجب أن تبقى حالات لا صحيحة قائمة في العراق وحالات الخلل قائمة حتى تبدو أن البيئة ملائمة لها. نعم. ثم أنها تدعي ما تدعي بأنها تحاول أن تصحح ولكنها لا تصحح بالمرة. شكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، الذين كانوا ضيوف هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في تصنيف شركة الاستغاثة الدولية في سنغافورة العراق باعتباره واحدا من أخطر 5 بلدان في العالم لا يجب على المسافرين التوجه إليه. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.